وحدات حصة سواء في البنى التحتية أو الوحدات السكنية للدولة. بعض هاي المدن هي بها تصاميم وهي التصاميم مثل ما جاي بالإعلان هي تصاميم غير مقدسة. هاي التصاميم تم إعدادها في مرحلة ما ممكن يصير تغيير بهاي التصاميم، والبعض الآخر ما بها تصاميم مثل الحلة وحدة الموصل ما بها تصاميم. نحن كلجنة عليا كوزارة منفتحين على هذا الموضوع، ممكن دراسة كل الاحتمالات. كثير تجينا الأسئلة حول دور الوزارة ودور الحكومة في احنا مهمتنا راح نوصل الطريق وايضا الخدمات الى باب المدينة. كل شيء داخل المدينة هي من مسؤولية المستلفة. سابقا كانت دراسات الجنة الاقتصادية بعيدة من الالتزام بها خاصة في موضوع البيت. المرة لازم تكون دراسات الجنة دقيقة رأس الرقابة على موضوع البيع، أيضا لازم المستهلك يلتزم بالأسعار اللي يحددها بدراسات الجنة. هذه أهم النقاط. المدن الخمسة المعلن عنها هي مواقعها متميزة جدا وما كلها بدلاء، ما راح يكون هناك أراضي أحسن من هاي الأراضي في بغداد أو في موصل أو في الحلة أو في كربلاء